مسارها التاريخي اللي كتكلموا على حريه التعبير، كيبدا بالرجوع للتطور اللي عرفوا المغرب سنوات ديال التسعينات، الانفراج السياسي اللي كنعرفوا واحد التطور معه. ما خصناش نساو اننا كنا في بلد اللي كان ممنوعا التكلم عن السياسه في الشارع، كان ممنوع التكلم في المدرسه، في الجامعه، على الاقل للاغلبيه المطلقه ديال المجتمع. ما نساوش ان كان هناك واحد الانفتاح اللي جعلنا مرينا من واحد مجموعه المراحل اللي عرفات العوده ديال المنفيين، اللي عرفات العفو عن المعتقلين السياسيين في مرحله سابقه، وعرفات تكسير واحد مجموعه ديال الطابوهات السياسيه اللي كانت مطروحه، وان السياسه ملك لنا جميعا، والحريه في التعبير ملك لكل المغاربه. ممكننا ليس هناك امور مقدسه اللي ما يمكنش للمواطن والمواطنه يناقشوها بكل حريه. لابد كان نرجعوا لهذا التطور، لان لما دخلنا لهذه المرحله ديال ما سمي بالانتقال الديمقراطي، واللي كان انطلاقه الرسميه ديالو ربما هو حكومه التناوب سنه 98، بدات دخلنا في مسار اللي عرف واحد الانفتاح اساسي، عرفته الصحافه ما سمي بالصحافه المستقله، عرفنا في الاعلام رغم ان الاعلام السبعين البصري بقى الى حدود اليوم راهين ديال مازال ما انفتحش فعلا، ولكن على الاقل كان واحد بدايه ديال الانفتاح عشناها في سنوات التسعينات وبدايه الالفيه. مع الاسف كان هذا التطور اللي جعل هرسنا مجموعه ديال الطابوهات، وانا اللي ايجابي جدا اننا اصبحنا اليوم في قاعة عمومية يمكننا نتكلموا على هذه المواضيع بكل حرية وبكل أخوية بيننا بدون طابوهات. ولكن جاء الربيع العربي، وأنا نبدأ من الإشارة لأنه كان كذلك ساهم في هذه السنة الماضية إلى تكسير مجموعة من الطابوهات السياسية اللي كانت كتحدد حرية التعبير عند المواطنين، وخلقت فضاء جديد ديال النقاش وديال الخطوط الحمراء اللي تهرسات وتوسيع لفضاء الحريات. فكنا في هذيك المرحله بطبيعه الحال امام، انا قلتها ربما في التصريح قبيله، هو اننا كنا امام طابوهات سياسيه، والان بعد الربيع الوقت اللي كنا كننتظروا فيه هذا الانفتاح والتكريس ديال هذه الحريه، اصبحنا امام طابوهات اخلاقويه اللي بدات تعطينا حدود جديده لهذا حريه التعبير داخل المجتمع. طبيعة الحال ما جرى الاخ المختار ما هو الا قد نتفق معه ونختلف معه، هذا ماشي هو المهم، وهذا هو النقاش المغلوط اللي ما خصناش ندخلوا فيه، ولكن هل لهذا الشخص الحق في التعبير عن رايه بكل حريه؟ هذا هو الاساسي اليوم، اننا دستور الان ملي كنرجعوا للفصل 25 وضروري اننا نديروا له قراءه متانيه، لان انا كنساو ربما بعض المرات القوة اللي عندنا في النقاط الإيجابية جدا اللي جا بها الدستور، لما مع الأسف كنخافوا من تفعيلها بشكل ديمقراطي وهذه القراءة الديمقراطية اللي مطلوبة في هذا. يقول الفصل 25: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. ملي كنقولوا هذه بمعنى أننا هرسنا جميع القيود اللي كان يمكننا توضع أمام حرية التعبير والآراء، وهنا لابد من الإشارة أننا لازلنا اليوم بعيدين عن هذا الروح ديال اللي جاب بها الدستور، واصبحنا امام تراجع في الممارسه.